غير نوضح لكم واحد القضيه بالنسبه للموضوع اللي كانوا هضروا عليه ديال التكزاريد ديال الذبيحه ديال الضريب، راه باش ما تخلطوش الامور. الضريب اللي غادي يذبحوا ماشي هادو، هاد النوع تذبح، هاد الكروازي اللي هكا يتذبح، البلجيكيه تذبح، الشاروليه تذبح، الطاليانيه تذبح، كاع لاراس ديال اللحم تذبح. ولكن المشكل فين تيكون؟ المشكل تيكون في هادو، بحال هادو دوك اللي تيكونوا حمرات والريوز ديالهم بيضين وكحل هولشتاين ومونبيليار، هادوك اللي حرام ما خصهمش يذبحوا، وانا معاهم. علاش؟ تبارك الله كاين كوارع اللي كيوجدوا عجلات كتضربني بحال هاديه، كاينين كوارع اللي كيوجدوا عجلات ملاحات وزوينات وكيضربوا عليهم تماره ديال بصح، وفي الاخر باش تمشي تكزاريت راه عيب وحشومه وعار كاع، راه صعيبه. وكنمشيو نهار كنبغيو حنا العجله ولا نبغيو نشري ولا شي واحد يبغي يدخل بكار ولا، كنمشيو نستوردوها من برا. علاش؟ علاش نجيبوها من برا؟ علاش ما نجيبوهاش من هنا؟ علاش ما تكونش عندنا ديال هنا بنت البلاد وصابره على الصهد وصابره على الشمس وصابره على المعاناه ومعيشه معك على تماره ومعيشه معك على صابره معك على الحلوه والمره؟ علاش تمشي تجيبها نتايا من برا وجايب محن معاها وخصك تقلسها عندك وخاصها يلا تاقلم مع الجو ووجد لها الماكله مزيان؟ حتى هذه غتوجد لها الماكله، ولكن غير هذيك كتكون عندها واحد المعاناه بشكل وكتكون كتكرفس معاها ديال بصح، فهمتوا؟ يعني اللي ما عارفش اليابادي وهاد الهضره شنقول، راه الناس اللي يلاه داروا البكار وبداو بالديبار وهذا راه تكرفسوا ديال بصح. راه شحال من واحد مسكين عانى، شحال من واحد البكار كان تيجيب جوج و700 جوج و800 وتباع وتتولد ليه الله يستر تيخرج لها الرحام، ولا كطيح ايبوكالسيمي ولا كتوقع عليه شي حاجه ولا كتفرش ولا هذا، كيجي لك الزر كيديها من عنده ب 1000 درهم ولا ب 1500 درهم، هادي لا بغى يديها من عنده. يعني راه كاينين معاناه ديال بصح. داكشي علاش قلت لكم انا لا راس البير خاصها تبقى في البلاد وتستثمر في البلاد، ولا راس ديال اللحم حتى هي تمشي تكزاريت. واحد القضيه اخرى للكسابه، الله يرضي عليكم، ما تبقاوش البقر ديال الحليب تبقاو تعطيوه الزريعه ديال اللحم، راه ما يمكنش. راه هكا باش تخربقات السلاله، السلاله ما غتبقاش. وكيجي شي حد يقولك ولا واحد قال البقر ديالي ما كيعطينيش حليب ما كيعطينيش انتاج ما كيعطينيش، راه السلاله تخربقات. واش انت بقره هولشتاين مشيتي عطيتيها بلجيكي غتولد لك عجله؟ اش غادي تشد فيها؟ غادي ديها غتبيعها ضروري. يعني هاي السلاله تخربقات، هذيك البقره البروغرام ديالها كله تخربق، ما غتبقى حتى حاجه مقاده. الله يصاوب الجميع، وتنتمنى يعني تكون التفاته اكثر من الدوله.